تقريبا بصفة عامة احنا سجلنا يعني نفذ حوالي 731 مترشح من مجموع 1055 مترشح الى وسائل الاعلام، ولكن هذا العدد يرتفع الى حدود حوالي 932 مترشح، اي بمعنى هناك اكثر من 182 مترشح نفذوا لاكثر من وسيلة اعلامية ما بين زوز وثلاثة وسائل الاعلام. ولكن بصفة عامة اليوم نسبة على الاقل النفاذ الى وسائل الاعلام تتجاوز حتى 70-75% بصفة عامة. طبعا هو انه احنا الحقيقه في خاصه في القنوات الاذاعيه ما تجمش تعرف حضور المترشحين والمترشحات من ذوي وذويات الاعاقه، ولكن احنا نطالب به انه على الاقل وسائل الاعلام الاذاعيه تمكننا التقرير في نهايه الحمله تقول شكون المترشحين والمترشحات اللي نفذوا لوسائل الاعلام وللقنوات الخاصه بهم، وشنو ما التدابير اللي تم اعتمادها لتسهيل نفاذ ذوي الاعاقه الى البرامج الاذاعه او القنوات. وهذا مهم جدا، يعطينا على الاقل فكره على المسؤوليه اللي قامت بها كل وسيله اعلاميه في ضمان حق النفاذ بصفه متساويه بين كل المترشحين. طبعا هو الحاجات اللي ربما انه عدد المترشحات يعني كان في حدود 122 مترشحه فقط من مجموع 1055 مترشح، ولكن احنا طيله الاسبوع الاول من بدايه الحمله سجلنا النفاذ 100 مترشحه، اي ما يعادل 83% من مجموع المترشحات كنساء قعدوا 22، دونك باش يتم ربما تمكينها من النفاذ في بقية الحملة، ولكن كنسبة تعتبر مهمة خاصة أنه هناك قنوات إذاعية خاصة وعمومية اللي اعتمدت قاعدة الإنصاف يعني بسماح لمترشح ومترشحة في حضور برامجها، وهذه من ربما من الممارسات الإيجابية اللي يجب تثمينها.